كويز. تتعهد كوتش بتجاوبنا على كل الاسئله ان شاء الله. افضل لاعب تونسي توا. افضل لاعب تونسي يوسف المساكني. افضل لاعب في تاريخ تونس طارق ذياب. لاعب تونسي في بطولتنا تشوفه قادر ينجح في الاحتراف في اوروبا. شماخي. اقرب لاعب ليك. اقرب لاعب ليا برشا ولا بعد تجم تختار؟ لا لا تقبل برشا خلينا نقولوا مهدي بن سليمان وزبير باي. ولو انه عايد الحملوني صاحبي زاد مهدي بن سليمان وين؟ في فرنسا. اي خاطر انقطعت اخباره تماما. عندك كونتاكت كبير؟ اي عندي. لاباس وموضوع. لاباس علي لاباس. افضل مدرب تونسي. افضل مدرب تونسي فما برشا دربوني برشا. فوزي موجود. فوزي بنزرتي. يوسف الزواوي. افضل مدرب دربت عنده. افضل مدرب دربت عنده والله ممكن في المانيا فولكر فينجا في فرايبور. في فرايبور مدرب عنده فضل على عادل السليمي. فضل سمعتها فضل ما عادش فضل مهما يكون لانسيك طلعك امن بيك حاجه كما اعطاني فرصه مثلا. فوزي بنزرتي. كيفاش فوزي بنزرتي؟ اي كيفاش اعطاني فرصه باش نلعب في الكلوب 89. هو اللي طلعك السنيورا؟ لا مش هو طلعت قبل قبل شويه بعد مع سي عمر الذيب قبل دون لو تو. اما 89 90 لعبت ديربي ماتش ما تنساش. سي ابي فكرني. سي ابي اي انا الماتش ماتش نتاع الشامبيون دقيقه 93 ياخذ زوز مره. هذا كان ماتش ما ننساش. بونتو ما تنساش. بونتو ما ننساش. سي ابي في نفس الماتش هذاك. نفس الماتش هذاك احلى بونتو سجلته. بونتو مزيان ضد مستقبل مرسى في المنزة وضد الترجي الرياضي التونسي في المنزة. عام قداش؟ واحد ضلي واحد 95 واحد 94 ضلي. كيفاش البونتوات؟ واحدة كوفرون ديريكت بعيدة برشا لشكري وواحدة جيست تكنيك مع المرسى في المنزة. هدف تمنيت لو كان كنت انت سجلته. هدف كنت تمنيت انا مسجلته. هدف اللي سجله زياد الجزيري في الفينال نتاع ضد المغرب الكوب دافريك. اقرب جمعيه ليك بعد الكلوب؟ اقرب جمعيه لي بعد الكلوب نجم رياضي الساحلي. علاش؟ هكاك تربينا هكاك استعودنا. احنا والساحلي اخوات. تحس صارت ريفاليتي شويه بين الكلوب ويتوال في البريود الاخر؟ لا 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 ما صارتش على خاطر 2015. لا 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 ها على خاطر كي خرج رئيس النادي الافريقي وتجرأ على مسؤولي النجم الرياضي الساحلي من وقت بدات المشاكل في بيكم في عليكم في خرجوا فلوسكم في كذا. احنا ما تعودناش كذا. احنا والساحلي اخوات. حاجه فيك ما تعجبكش؟ سيح راس. احسن لاعب في العالم؟ مارادونا. احسن مدرب في العالم؟ غوارديولا. نكمل انت جاي خممت قلت شنو الاسئله زعما. لا والله ما جاش على بالي. لا لا جميل. انا بتبيت نجاوب على الاسئله كل ما عندي حتى مشكله. كنت هذه لوكويز.